خلصنا كده السطر 21. اخر مجموعة كانت معايا كانت 3. هنيجي هنا في اول غرزة وهناخد منزلقة، هنرتفع السلسلة في نفس الغرزة، هناخد غرزة حشو. تمام، هنيجي في اول غرزة دي هنعلمها عشان نقفل فيها السطر ده كله، هيبقى حشو فوق كل غرزة حشو. احنا كده بنرجع الغرز بتاعت الحشو عشان نعمل نفس الحرف اللي احنا عملناه في الجنب التاني. هناخد غرز حشو فوق كل غرزة، هنعمل نفس الحرف اللي احنا عملناه هنا. بعد ما نقفل السطر ده هنرجع الغرزة لورا وهنقفل بغرزة حشو في البريد خلفي. نكمل السطر بتاع الحشو ده كله ونرجع.